سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ في كثير من الأحيان يهمل العلماء بعض النقاط المهمة عند دراسة موضوع المخلوقات الفضائية. قليل من الناس اليوم يؤمنون بأن الفضاء يمكن أن يكون مأهولاً بكائنات أخرى أو بآلات لا نعرف شيئاً عنها. يمكن لتلك الكائنات أن تخرج إلى العلن يوماً ما وأن تشاركنا الحياة، وهو أمر لا يمكن الجزم بأنه مستحيل. ومن بين أشهر العلماء الباحثين في هذا المجال نجد ميلتون أونرايت، وهو عالم فلك في جامعة شيفيلد. يقول هذا العالم إنه أثناء إنجاز بحث علمي رفقة أحد زملائه نجح في رصد كرات من التيتانيوم تحوم في الغلاف الجوي لكوكبنا. وحسب نفس العالم فإن تلك الكرات كانت مأهولة بكائنات حية مصدرها من خارج كوكب الأرض. لم يجرؤ العالم على نشر مقاله العلمي، لكنه نشر بعضا من المعلومات المذكورة في ذلك المقال. يعترف أونرايت بأن الأجسام التي تم رصدها يمكن أن تكون عبارة عن مذنبات أو نيازك، ولذلك فإن عليه البحث عن مواقع سقوطها على كوكب الأرض للتحقق من ذلك، وهو ما أكده العالم شاندرا فيكروماكسل، وهو عالم فلك وفيزيائي بريطاني مؤيد لفرضية وجود المخلوقات الفضائية. لا أحد يعرف إلى غاية الآن كيف وصلت تلك الكرات إلى الغلاف الجوي للأرض. قد يكون ذلك بفعل الجاذبية، أو أن المخلوقات الفضائية بنفسها قد فعلت ذلك. ولتقريب الفكرة أكثر، فإن البشر اليوم يرسلون المسابير الفضائية لدراسة كل من القمر والمريخ وغيرها من الكواكب. فمن المحتمل أن المخلوقات الفضائية أيضاً لها آلاتها التي تستعملها لدراسة كوكب الأرض. هذه الفرضية لا يمكن استبعادها أيضاً. وبالعودة بضعة سنوات إلى الوراء وتحديداً إلى عام 2011، يمكننا أن نتذكر حادثة غريبة جداً، حيث أعلنت قاعدة عسكرية أمريكية تلقيها إشارة غريبة للغاية لم يتم التعرف على مصدرها بدقة. كل ما تمكن الخبراء من معرفته هو أن الإشارة صادرة من بحر الشمال. قدمت الحكومة الأمريكية طلباً للسلطات الروسية من أجل التعاون على استكشاف المنطقة، لكن الحكومة الروسية رفضت الفكرة. لذلك اضطرت البحرية الأمريكية لتنظيم رحلة خاصة إلى بحر الشمال للبحث عن مصدر للإشارة الغريبة التي تلقتها القاعدة الأمريكية. تمت محاصرة المنطقة المشتبه بها من طرف البحرية الأمريكية لعدة أسابيع، وهو الأمر الذي أثار اهتمام القيادة العسكرية الموحدة للجيش الروسي. احتاج الأمريكيون لبعض الوقت من أجل العثور على مصدر الإشارة، ولم يتمكنوا من فعل ذلك إلا بمساعدة الغواصات. كانت الإشارة صادرة من جسم معدني ضخم، إنها كبسولة يصل طولها إلى حوالي 60 متراً وعرضها حوالي 15 متراً. كان غطاؤها محكم الإغلاق، وكانت بعض الرموز الغريبة مكتوبة على سطحها. المعدن الذي صنعت منه الكبسولة غير معروف وغير موجود على كوكب الأرض. لم ينجح الغواصون في فتح الكبسولة، والأمر الذي أثار اهتمام الجميع هو تغير تردد الإشارات بمجرد أن وصل الغواصون إلى ذلك الجسم. يقدر العلماء مدة تواجد تلك الكبسولة تحت الماء بحوالي 8000 عام، والغريب أن هيكلها لم يتآكل ولم يتعرض لأي خدوش طيلة تلك الفترة. كانت الكبسولة مثبتة فوق صخرة كبيرة في أعماق البحر، واكتشف العلماء أن سطح الصخرة الملامس للكبسولة قد انصهر وتصلب مجدداً. ذلك يعني أن الكبسولة كانت بدرجة حرارة جد مرتفعة لحظة سقوطها في الماء. عندما اكتشف الأمريكيون كل هذه الحقائق الغريبة، كانت سفن البحرية الروسية تقترب من المكان بقيادة الأدميرال ليفتشينكو الذي اصطحب معه أقوى السفن الحربية إلى المنطقة. ذلك أكد للقيادة الأمريكية بأن الروس كانوا على علم بتواجد تلك الإشارات الغريبة، لكنهم كانوا متأخرين في تحديد مصدرها. حاول الأمريكيون نقل الكبسولة من ذلك المكان لكنهم فشلوا. بعد أيام من الفحص، قررت قيادة البيت الأبيض اتخاذ قرار متهور لمنع الروس من الحصول على تلك القطعة الأثرية النادرة. كان الأمريكيون على علم بأن الروس قادرون على نقل تلك القطعة إلى مكان آخر بكل سهولة، ولذلك أمر البنتاغون بتفجيرها. لكن بحلول ذلك الوقت كانت السفن الحربية الروسية قد وصلت إلى المكان المحدد. بدأت السفن الروسية في إجراء مناورات خطيرة بالقرب من السفن الأمريكية، وذلك ما جعل المجتمع الدولي يلتفت إلى ما يحدث في بحر الشمال. كانت المنطقة خاضعة للقوانين والاتفاقيات الدولية،
ولذلك كانت السفن الأمريكية حرة فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للسفن الروسية. لكن أمريكا اعتبرت أن تفجير أي شيء بالقرب من السفن الحربية الروسية هي مجازفة لا يمكن القيام بها، ولذلك تخلى البنتاغون عن فكرة تفجير الكبسولة الغامضة. كما أشارت بعض المصادر إلى أن إحدى السفن الروسية تصادمت عن طريق الخطأ بسفينة أمريكية، وبعد ذلك قدمت الحكومة الروسية اعتذارها وقامت بسحب تلك السفينة إلى المرفأ الخاص بالصيانة. في ذلك الوقت بقيت سفن روسية أخرى بالقرب من موقع اكتشاف الكبسولة الغامضة رفقة السفن الأمريكية. بعد بضعة أيام انسحب الأمريكيون من المنطقة، ثم انسحب الروس أيضا، ولا أحد يعرف ما حدث بعد ذلك. بعض المصادر تفيد بأن السفن الروسية نجحت في سحب تلك الكبسولة من أعماق البحر بعد مغادرة فريق البحث الأمريكي، لكن لا يوجد أي دليل يؤكد ذلك. أعرب بعض العلماء الأمريكيين المشاركين في البعثة عن رأيهم فيما حدث أمام وسائل الإعلام الغربية، حيث أفاد معظمهم بأن الجسم الذي تم اكتشافه هو بكل تأكيد مصدر الإشارات الغريبة التي تم تسجيلها. لكن الأمر الذي حير العلماء هو سبب إطلاق تلك الإشارات في ذلك الوقت بالذات، وأيضاً الطريقة التي تم بها ذلك. اتضح للعلماء أيضاً أن الموجات التي تم إرسالها لا تتجاوز المجموعة الشمسية، أي أن الطرف الذي من المفترض أن يتلقاها موجود في نظامنا الشمسي. ذلك ما يتوافق مع ما صرح به شخص يدعى غريغوري، والذي يقول بأنه في أوائل الثمانينيات انجرفت كرة بحجم عملاق إلى النظام الشمسي، وهو ما أثار مخاوف الجميع في ذلك الوقت. يقال إن الحكومة الأمريكية كانت على تواصل مع الجسم الغريب، وذلك هو السبب الرئيسي في تأسيس المنطقة المعروفة باسم المنطقة 51. يقال أيضاً إن الجسم كان عبارة عن كرة بيضاء كبيرة، وعلى سطحها خطوط تشبه تلك الموجودة على الكرات المستعملة في لعبة كرة القدم، حيث انفتحت الكرة وطارت منها العديد من الأجسام نحو كواكب مختلفة في المجموعة الشمسية، من بينها كوكب الأرض. دخلت تلك الكرة إلى النظام الشمسي وقامت بجولة من خلال المرور بمختلف الكواكب. وقد قال غريغوري بأن الكائنات التي كانت تتحكم بتلك الكرة قد عبرت أثناء تواصلها مع القيادة الأمريكية على أنها مسالمة ولا ترغب في التسبب بأي مشكل. وقد كان رد القيادة الأمريكية في ذلك الوقت بأن طلبت من المخلوقات الفضائية مغادرة النظام الشمسي. صحيح أن ما نقوله غريب للغاية، لكن لا يوجد ما ينفي ذلك أو يؤكده، حيث أكد الباحث كان ستيدمان أنه في أواخر التسعينيات أيضاً ظهرت العديد من الأجسام الكروية الغريبة التي كانت تدور حول كوكب الأرض، وهي الأجسام التي تم رصدها عبر المركبات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية. لكن السؤال المطروح هو إذا كانت تلك المركبة فعلاً تابعة لمخلوقات فضائية تريد استكشاف كوكب الأرض، وأن المركبة طيلة آلاف السنين تجمع المعلومات وتحاول إرسالها الآن إلى طرف المجهول، فماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ هل ستكون المخلوقات الفضائية صديقة أم عدوة؟ وفي حالة ما تم استعمار كوكبنا، كيف سيكون مستقبل البشرية؟ هل سنصبح عبيداً لخدمة المخلوقات الفضائية أم سنتعايش معها بسلام؟ في نهاية الحلقة يجب أن نذكر أيضاً بأن جون برادنبرغ، وهو عالم فيزياء من جامعة كاليفورنيا، يبحث الآن في أسباب اختفاء الحضارة التي يفترض أنها قد عاشت على المريخ. وحسب رواياته فإن المخلوقات الفضائية هي التي تسببت في انقراض سكان المريخ، حيث يدعو جون إلى تنظيم رحلة نحو الكوكب الأحمر في أقرب وقت ممكن لاكتشاف سر اختفاء الحياة من على سطحه، حيث يتوقع أن نفس الأمر سيحدث مستقبلاً على كوكب الأرض. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.